اليوم سوف نقدم لكم موضوعا يتعلق بأهم ما يجب علينا أن نتمسك به ولا نضيعه، لأن في مضيعته مضيعة لحياتنا لقد يكلفنا الشيء الكثير، وهو يتعلق بمسائل هامة وأساسية لا بد من أن نتمسك بها، ألا وهي قيمة والحكمة من اغتنام الفرص من الوقت، هذا الوقت الذي يجب علينا أن نقضيه في أشياء تعود علينا بالنفع وليس في مسائل تافهة قد تأخذ من أعمارنا وتسلب لنا حياتنا، بل قد تدفع بنا إلى عواقب وشرور قد تنقص لذة العيش، كما نراه في هذه الأيام لدى عدد من الأفراد. فالوقت له حكمة جليلة ترشدنا إلى أن الوقت ثمين وغالي يجب أن نحافظ عليه، فهو مثل النقد أي المال، فلا يضيع في اللهو واللعب بل في الجد والعمل. طلب العلا ودرك المراد ونيل المطالب، العاقل اللبيب من يفق عمره في الصالحات طيبات والعمل الخالد الذي يكسب الذكر الحسن والصيت الشريف، وإذا أسند إليه عمل قام به خير قيام وأتقنه وأدى واجبه ولم يهمل فيه ولا يؤخر لتحبه تحيته وأسائه، ولذلك حتى يحبه الناس وتحترمه ويقدره أصدقاؤه. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، لا عمر إن الوقت نفيس وأنفس منه أن توجد في أعمال خير تكتسب العلوم والمعارف وتحصل إفادته، تحصل الإفادة وتنتشر التجارة لتربح ربحا وافرا، ترقي الصناعة تؤلف مؤلفات وتخترع المخترعات تنجز الأعمال وتسابق العاملون في ميدان الفخر والعز والمجد. حافظت على الوقت من صفات الصداقة والأمانة والوفاء بالوعد وقوة الإرادة والعزيمة والحزم، لأن المهمل ضعيف النكاية وقليل العزم يضر نفسه وغيره بإهماله وكسله ويذهب وقته بلا فائدة، وتنحط منزلته عند رؤسائه وتكرهه أتباعه، تعده الناس مخاتلا جبانا خبيث النفس كسلا وعيشه نكد لا رغد، فتراه دائما في شقاء وبؤس. أما من يحافظ على وقته فنشط وسعيد وفرح وعيشته راضية. لذلك لماذا كل هذا؟ لأن الإخوان لا نعلم عواقب الأمور، لأن هذه الأمور من لم ينظر فيها فليس له من الظهر له بصاحب. الحازم منا يجب أن نظر في العواقب وتأني في أعماله وفعله بروية وتؤدة وفكر في خواتم أعمال أو في المورد والمصدر وعجم عيدان العمل قبل الإقدام على الدخول فيه، ليأمن المكروه ويضمن النجاة ويقرب من الرشاد وينطق بالحكمة والحق. قال بعض الشعراء: أحزم الناس من لو مات من ضمائن لا يقرب الوردة حتى يعرف الصدارة. يجب علينا أن نغتنم أوقاتنا وننتظر ونكون في حياتنا غير متسرعين، كما يقول المثل: من تأنى نال ما تمنى، لأن الأناة من صفات الكمال وضرب من ضروب رجاحة العقل وحسن التدبير وعلو الآداب وسمو التربية.
فالمدبر من يفكر في أمره قبل اقتحامه ويعرف عواقبه قبل اجتيازه ويلتمس طريق النجاة قبل النزال وقراءة الأبطال. هكذا يجب علينا أن نهتم بأوقاتنا وأعمالنا بتعودة وليس بعجلة. والأمم الراقية كما قالوا دابوا التأني في أعمالها ليعز شأنها ويعظم سلطانها وتقوى حكومتها وتعيش آمنة سالمة من أذى جيرانها سديدة الرأي. والأمة الطائشة يغلط لسانها ويزل جنانها فلا تحكم الرأي فتنتاب الحوادث ويطمع فيها العدو والقائد العاجل يقتحم غمار الحروب بلا تفكير وتؤدى ولا يفكر في عواقب إقدامه ولا يعلم مكان عدوه وعدته وحصونه فيهزم عدوه ويصبح أحمق مخذولا مدحورا مهما كانت قوته. نعم إن الوقت يا إخوان كما قال الوقت كالسيف إن لم تقطع قطعك فالوقت ينفع. كذلك علينا أن في اغتنامنا لأوقاتنا وصلاحها يجب علينا أن نعتمد على التأخير لأن كما يقال لا تؤخر عمل يومك إلى غد فلكل يوم عمله. لابد لكل إنسان من مزاولة أعمال كثيرة أثناء اغتنام الفرصة في أوقات محددة تتجدد بتجدد الأيام وتدوم حاجة إليها ما دامت الحياة. فعلى العاقل أن يلزم نفسه تأدية كل عمل في وقت مناسب له فإنه إذا فعل ذلك أحس من نفسه الراحة واستشعر السرور كلما فرغ من عمله وجنى ثمرة تعبه ووجد من وقته نصيبا للإبداع والراحة. يقول الشاعر ومن ضيع الأوقات ضاعت حياته وعاش فقيرا جاهلا ليس يشكره فدع غائبا من فائت ومؤمل فوقتك سيف قاطع ليس يعبر. إن من عودنا عود نفسه القيا بكل عمل في زمانه يعتاد النشاط والجدة وتنشرع نفسه للعمل وتزيد رغبتها في كلما جنت ثماره كلما جاءت ثماره. أما من أهمل وقصر فإنه يعتاد البطالة والكسل ويكون كلا على الناس لا يجد ليعيش لذة ولا لحياة سرورة. وقال الشاعر وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمره عاتب القذرة ولا أؤخر شغل اليوم عن كسلي إلى غد إن يوم العاجزين غد كما قال. لذلك يا إخوان علينا أن نغتنم أوقاتنا والفرص وكذلك نجعل من الروية والتؤدة مطية لحياتنا حتى نكون خليقين بالنجاة وحتى نكون خليقين بالنجاة ولو أحاطت بنا الأخطار وترفع علينا العدو فإننا ننتصر لا مآل. فالروية والتؤدة هما الشرف الأعمال بعد التفكير فيها والوقوف على عواقبها ثم السير فيها مع التأني ليكون الإنسان بعيدا الخط مصون من الزلل. فإن الطيش والخفة كثيرا ما كان سبب الأضرار وفساد الأعمال وعدم الوصول إلى الغرض منها. وإن نجاع الأمل لمعقود دائما لمن سلك سبيل التأمل وعبر طريق التأني. والسلامة حليفة من ضرب في الأمور بفكر حاضر وجنان ثابت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تفعل أمر تدبر عاقبته فإن كان خير فامضي وإن كان شرا فانتهي. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة والسلام إذا أردت أن تفعل شيئا أو أمرا كما روينا قبل فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه مخرج كما قال عليه الصلاة والسلام التؤدة في كل خير إلا في عمل الآخرة. وعنه أنه قال التأني من الله والعجلة من الشيطان. قال تعالى في معقب التنزيل خلق الإنسان من عجل سأريكم فلا تستعجلون. وقال علي كرم الله وجهه من استطاع أن يمنع نفسه من أربع خصال فهو خليق ألا ينزل به مكروه اللجاج والعجل والتواني والعجب. فتمر اللجاج حيرة وتمر عجلة الندامة وتمرة التواني الدلة وتمرة العجب البغضة.
وقال أيضا لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم يوم فرغ وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودته. وقال المهلب أنا في عواقب دير درك خير من عجلة في عواقها فوت. وقال بعض الحكماء مع العجلة الندامة ومع التأني السلامة. وقال آخر من تأنى نال ما تمنى. وقال غير العجز مع الأواني والفوت مع التواني. وقال غير طلب ما لا يدرك عجز ورب عجلة تعقب ريتها. وقال بعض العقلاء العجول مخطئ وإن ملك. لذلك إخوان عليكم بأخذ هذه المواعظ وهذه الحكم وهذه الأحاديث النبوية مطية لكم في أوقاتكم التي تقضونها. وأختم قولي هذا بقول الشاعر: ذو الحزم لا يبتدئ أمرا يهم به حتى يطالع ما تبدو